السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبرحب بكل المشاهدين من جميع الدول العربية الأشقاء من المحيط للخليج. برحب بكم جميعا على قناة مصطفى أمين على اليوتيوب. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن زراعة القمح. القمح أو القمح من أهم المحاصيل الاستراتيجية على مستوى العالم، هو المحصول رقم واحد على مستوى العالم في المحاصيل الاستراتيجية، بيجي بعد كده منه بعد منه الأرز. فاحنا هنتكلم النهاردة عن زراعة القمح. القمح في مصر كان بيزرع أيام الفراعنة، وكان بيهتموا بيه لأن هو يعني مصدر الغذاء أو الخبز، أو بيخش في المخبوزات وبيخش في أكتر من أنواع، يعني المكرونة كلها بتتعمل من القمح، فهو يعتبر سلة الغذاء للعالم. فكانت مصر القديمة وأيام الفراعنة كان بيهتموا بزراعة القمح لأن هو يعتبر المحصول الاستراتيجي، وكان بيتسجل على جدران المعابد كل سنة المساحة المنزرعة بالقمح ومساحتها قد إيه. وهنا في مصر إحنا بنزرع القمح بطريقتين، يا يعني إما بالعفير أو على نظام الخطوط. فأنا زارع بنظام العفير أو اللي هو الإيه البضير، بنثر الحبوب في احواض زي ما احنا شايفين كده، مقسمها الارض مقسم احواض، بس احواض كبيره يعني 3 احواض، دي مساحه 14 ايراد يعني اكتر من نص فدان بالشكل ده. فالزراعه بتاعت القمح هو بيزرع في منتصف شهر 11، فترة الزراعة بتاعته من منتصف شهر 11، وبينضج وبيتم حصاده في منتصف شهر 4 اللي هو شهر أبريل. ده شكل القمح اللي أنا زرعه بالشكل ده. فهو في الري بتاعه بقى بياخد الري الأولانية، وبعد كده ري المحياة أو ري بقى تمام الإنبات بتكون بعدها ب10 أيام، بيكون قصدي بعدها بحوالي 35 يوم. بعد كده بنديله بقى ايه الرية كمان بعدها ب45 يوم، يعني بشهر ونص بنديله الرية الثانية، وبعد كده بنديله الرية الثالثة بعدها كمان بشهر ونص. فما نديلوش مية كتير لان هو بيتأثر بالمية، يعني المية بتأثر عليه لان هو لو في اي نسبة هواء ممكن القمح ينام من المية. ولو الزرع برضو تقيل او الزرع بكثرة برضو بيؤدي المحصول القمح بينام كله من اي نسمة هواء بسيطة بينام. لكن بالشكل اللي هو البضير او اللي هو انت موزع عدد قمح قليل، ما تزرعش بكثرة لان هو يعني مع بعضه هو بيخلف، يعني ممكن حباية واحدة بتطلع 7 سنابل. وربنا يبارك لك بقى في طول السنبله، لان السنبله كل ما يكون طولها طويله والحبايه اللي فيها ممتلئه فهيديك محصول كويس باذن الله. فهو ما بيحتاجش مجهود كتير القمح، يعتبر ما بيحتاجش مجهود كتير. وبعد كده بقى بنحصده بقى في عمليه الحصاد بتاعته في منتصف شهر 4. دي الجزء الثاني لزراعة القمح اللي انا عامله. فلو اول مرة تشوفونا فما تنسوش تعملونا لايك وسبسكرايب للقناة عشان تتابعوا كل الفيديوهات اللي بنعملها في الزراعة، الفيديوهات الزراعية اللي بنقدمها. وما تنسوش تعملوا شير للفيديو عشان توصلونا الدعم اكتر مشاهدات للفيديو عشان الكل يستفاد. وشكرا لكم.